هاديك آه حتى انا نفس السؤال نسولو نسولك علاش انا ما كتبات سميتي حيت انا تورناج ديال ولاد علي كان فيه خمسة سيمانات قسما بالله الا انا وفتوحي كنا كنمشيو يوميا من ستة الصباح كنكونو سور بلاص كنلبسو الماكياج كدا كنلبسو واخا ما عندناش ما عندناش زعما هذاك النهار ما عندناش تصوير كيجيبنا مع 7 الصباح ولا 6 كنبقاو حتى 8 الليل كنبقاو هما كيمثلوا حنايا غير داك الاكسسوار ديال الدرب انا واقف حدا القهوه كنمسح الطوابل فتوحي كي قاد السيديات قباج كينفض الفوطا فهمتي اكسسوار وهما كيمثلوا انا انا شحال وانا كندير هاد الدومين شحال كنقرا المسرح باش في الاخر مسح الطوابل وهو كيمثل 90 90 اشهار ديال دوزيم باقي ما تخلصش فيه اللي كدرتو معايا صار كنت في انا وادري وياسار وقباج باقي ما تخرجت في لحد الان باقي ما مخلصش ثلاثه ايموراجيات ضحيكه ودكيكه جوج المواسم كنت كندير كرونيك وكنت كنريح معاهم كنشط معاهم الحلقه كانو حلقة شي حلقات بريباريت وما كانت عندي انا كرونيك راه كاين كلشي في, في اليوتيوب اشهار ديال بينوبوك اللي كان ادري ديال المحققه الفاشله اللي كانوا لابسين كوستيم مع كاش بلوس هذا قسما بالله العلي العظيم الا كاتبو انا كامل تقريبا من ا الزيت زيد كتب في ثلاثه الحلقات وادري كاتب حلقه واحده وعندي هما لي ميساج في الواتساب مصيفطهم لطاليس وفي الجيميل كنطابي الحلقات وكنكتبهم كنصيفطهم ليه ميرسي ميرسي كيتصورو كيتخلصو هما بيك تيستي تي شورتات سراول الحياه العياشي محراش عامين ونص ضاعت لي من حياتي ما استفدت منها لا فنيا ما درتش باش نرجع لحد الان الكونت ديالي خاوي باقي انا اللي يعني كنصرف على الدومين عامين ونص ديروا مقارنات ما بين الكونت ديالو الكونت ديالي وديال فتوحي غتلقاو الكونت ديالو تبارك الله راه عنده لي مولي عنده التريسيبس عنده البيسيبس عنده السوفل انا الكونت ديالي فواكه صحيه <applause>